الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال وزير النفط في العراق حيان عبد الغني إن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في أوبك بلس قررت باجتماعها الذي عقد الأربعاء التوصية بالإبقاء على مستويات الإنتاج من دون تغيير. وأشار عبد الغني إلى أن اتفاق أوبك بلس الذي تم الاجتماع عليه في شهر تشرين الأول الماضي نص على خفض إنتاجها المستهدف مليوني برميل يومياً، أي نحو 2% من الطلب العالمي بدءا من شهر تشرين الثاني الماضي وحتى نهاية عام 2023، داعما للسوق النفطية في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، حيث بلغت نسبة خفض إنتاج العراق 220 ألف برميل. أعلنت وزارة النفط في العراق أن صادراتها من الخام تجاوزت 100 مليون برميل بقيمة مالية بلغت قرابة 8 مليارات دولار أمريكي خلال شهر كانون الثاني الماضي. وأوضحت الوزارة أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليون و460 ألف برميل. أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2,465,000 ألف برميل، مضيفة أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 75 دولاراً. قال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية حسن التميمي إن المفاوضات مع إيران بشأن تصدير المواشي الحية إلى العراق تعد سابقة خطيرة ستلحق ضررا بالثروة الحيوانية المحلية. وطالب التميمي الحكومة بدراسة هذا الموضوع بشكل جيد لأنه سيلحق ضررا كبيرا بالمربين العراقيين، إضافة إلى أن هذه الحيوانات قد تنقل أمراضاً معدية إلى الثروة الحيوانية التي وقعت بعدة مطبات. وكان مساعد وزير الزراعة الإيراني لشؤون المواشي حسين نجاد صرح بأن بلاده تمتلك فائضاً بقطاع إنتاج المواشي الثقيلة، لذلك أطلق مفاوضات مع العراق لتصدير هذا النوع من المواشي وفقاً لما نقلت وسائل إعلام إيرانية. شهدت شحنات الديزل من الشرق الأوسط إلى أوروبا إحجاماً بلغت ذروته الأسبوع الماضي أقل بقليل من 500 ألف برميل في اليوم خلال شهر كانون الثاني الماضي. وبلغت تدفقات الديزل إلى المنطقة من الشرق الأوسط ثالث أعلى مستوى لها على الإطلاق في كانون الأول عند 420 ألف برميل يومياً مع تصدير 60% من السعودية. ورجح محللون أن يبلغ متوسط صادرات الديزل من المنطقة إلى أوروبا 890 ألف برميل في اليوم خلال الفترة من شهر آذار إلى كانون الثاني عام 2023 مقارنة ب 238 ألف برميل في اليوم في النصف الأول من عام 2022 و 343 ألف برميل في اليوم خلال النصف الثاني من عام 2022. قالت وكالة رويترز إن الاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو في المتوسط بنسبة 3.3% في العام الجاري و 2.8% في عام 2024. وأوردت الوكالة أن هذه التوقعات المعاكسة لتوقعات أداء الاقتصاد العالمي تعود إلى تمكن دول الخليج من خلال عام 2022 من النأي بنفسها عن الاضطرابات العالمية التي سببتها التوترات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة وتفاقم معدلات التضخم وتقلبات السوق. وحسب تقرير وكالة رويترز فإن التوقعات تؤشر إلى بلوغ إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الخليج نحو 4.2% في العام الحالي بعد أن بلغ ما يقارب 6.5% بنهاية عام 2022، ما يعني تباطؤا في نسبة النمو لكن دون مستوى الضعف المتوقع عالميا. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.